سبب حضورنا في هذا المهرجان هو المشاركة ديال جوج الأعمال أن إحنا مشاركين فيهم اللي هو سوق الورد والغادي. فسوق الورد كيشرفنا المهرجان أن يكون أول عرض ديال سوق الورد في هذا المهرجان اللي كنحبوه وكنقدروه وعاجبنا، وإحنا من المناضلين معاه من أول دورة لهذه الدورة 11. زيادة على ذلك الفيلم الغادي، الفيلم الغادي اللي هو من إخراج لطفي عيدجاوي والسيناريو ديال مريم الدريسي، وتشخيص بالطبع ديال عازل عبد الله، حسن فلان، مهدي فلان، أيوب أبو الناصر، سعدية أزقون، وفاطمة الزهراء الجوهري. ونتمنى يعجبكم الفيلم الغادي اللي عيا الله غادي يتقدم. وكان شرف كبير ان امس كان العرض ديال سوق الورد اللي حسينا باننا قدمنا عمل في المستوى ديال الجمهور بالمحبه ديالهم وبالاخلاص ديالهم وبديال المشاهده ديال الفيلم بواحد الطريقه جميله جدا. ونتمنى نكونوا في المستوى. احساس اي اب واحساس اي اب كيحب ولاده انا كنحسها، حيت ما كنحسش غير بمهدي اللي كاين معايا في العمل، ولكن انا كنحس بكل الشباب اللي خدامين معايا فهم ابنائي. فانا ما كنفرقش ما بين المهدي وما بين الممثلين الاخرين، فكلهم ابنائي، حتى الدراري الاعلام انتم راكم ولاد. فشرف كبير ان تخوض دعم من ابنائك، ماشي سهله وعندها واحد القوه كبيره. ونتمنى نكونوا في المستوى ونعطوا اضافه للدراما المغربيه. والله العظيم الا هي غير عينيكم وقلبكم الكبير هو اللي كيعطينا الدعم، هو اللي كيعطينا هذه الصوره اللي عينيكم كتشوفنا زوينين. والحمد لله، الحمد لله بالحب ديالكم، الحمد لله بالدعم ديالكم، وشكرا لكم بزاف. الله يسمح لهم، الله يسمح لهم، والله كيسمح كيفاش العبد ما كيسمحش، ولكن كاين الله. انا كل واحد ظلمني كان فوض عمري الى الله سبحانه وتعالى. انا لا ما عمرني نعادي شي حد وما عمرني نظلمت شي حد، ولكن اللي ظلمني كنبقى الحاكم الوحيد والمحكمة الوحيدة هدية ديال الله سبحانه وتعالى. لا يحسبنا، والله يخلي أحفاد ديالي كلهم، من نبدأ من رحاب طهطوه اللي تنقولوا ليه طهطوه، هو طه معفنا هي آخر العنقود، الله يخليهم ليا والله يقويني بس نمدهم ونخلي لهم الشرف كبير. رحاب كانت في سوق الورد، كانت هي الطفله اللي شفتوا الفيلم، هي الطفله اللي كتجيب التصاور لهذيك الزينه، هذيك الحفيده ديالي رحاب. بزاف راضي على راسي وراضي عليكم حتى نتوما، الله يوفقكم ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.